هذه ليست نياجارا ولا دجلة ولا الفرات ولا حتى نهر العاصي، إنها أحد شوارع حمص القديمة، إنه حي الحميدية بعد إصلاحات الشارع. وهذه أيضا من إصلاحات الشار، وهذه أيضا، النظام لا يصلح ما أفسد، يمنع الأهالي من إصلاح ما أفسد. القناصة المتمركزة على الأبنية تمنع الأهالي من إصلاح ما أفسده النظام. الاثنين 4-6 الحميدية حمص القديمة.